السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معانا قناة شارع بين الحارات. ده مشروع جديد لرمضان، وكل عام وأنتم بخير. طبعا الحاجات اللي هي بتاعت رمضان دي، الحاجات دي بتتباع فين؟ الحاجات دي بتتباع في الخيمية. طبعا الحاجات دي بتتباع جملة الجملة في الخيمية هناك. سعر المخدة من دي 5 جنيه، وتتباع ب10 جنيه، يعني تكسب فيها الضعف ضعفين بتاعها. حلوة جدا جدا المخدة دي، مقاس 30 في 30، 30 في 30 ب5 جنيه، متعبية فايبر جاهزة. ولو عجبكم الفيديو متنساش بلايك وشير.